مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فقره جديده من برنامج شباب شو. اهلا بيكم معانا في قناه الصحه والجمال. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا في حياتنا وبيأثر معانا جامد جدا. ايه هو؟ اللي هو الصحاب، اهميه الصحاب في حياتنا وتأثيرها، اللي احنا بنعتبر صحابنا دول زي عيلتنا التانية. في طبعا انواع كتير من الصحاب وبتختلف اهميه كل واحد منهم للتاني. طبعا عندنا صحابنا من الشغل، من المدرسة، من الحضانة، بتختلف من كل مكان بنروحه. خلوني الأول أرحب معايا بزمايلي اللي معايا النهاردة في الفقرة. ازيك يا نسمة؟ اهلا ازيك يا بيكي. مصطفى؟ ازيك يا خالد؟ انا سلام أهلا بيك يا أهلا انا بيكم. سلام بيك. طبعا احنا زي ما انت قلتي ان الصحاب انواع، في منهم مثلا زي الحامي والمحامي، يعني اللي هو بيكون جدع معاك جدا، واقف في ظهرك على طول، يعني كبنات ان في ماما كده دايما موجوده في البيت، بس ماما معاكي بره البيت، دايما خايفه عليكي، دايما خايفه على مصلحتك، بتشجعك دايما ان انت تطوري من نفسك. وطبعا الشباب يعني الجدع جدا، الاب بقى اللي هو ايه، لو عملت الغلط يعني خلاص بابا في البيت انا بابا بره. وطبعا ده اللي هو لما اي مشكله او اي حاجه حلوه هي بيحصل له بيتصل بالتليفون، عارف ومتاكد ان هيبقى فيه فرح. ولا انت ايه رايك يا خالد؟ طبعا انا بتفق طبعا. في البدايه بحب ارحب بيكم وارحب بيكم جدا في الاستوديو. انا ممكن اكون مختلف شويه عن الصحاب، لان انا يعني هتكلم عن الصاحب الندل، اللي هو دايما ايه، مش كده؟ ايه دايما في المواقف الصعبه بيمشي ويخلع ويسيبك، ولو جيت كلمته في اي وقت تلاقيه قافل الموبايل. تيجي تكلمه بالليل تحتاجه في حاجه، ماشي انا جاي لك تلت ساعه، تلت ساعه واجي لك، دي مثلا دقيقتين واجي لك، وتلاقيه في نفس الوقت ايه لسه بياخد شاور. بالظبط، بياخد شاور، وتلاقيه مثلا انا بلبس الجزمه ونازل لك، دي ممكن مثلا تاخد فيها بتاع ساعه، تعبت تكون انت بقى انا لسه اصلا نايم اصلا، اتبهدلت بقى. فبرضه يعني اسراء، انت شايفه يعني شايفه ازاي احنا نقدر نستغل اصحابنا الجدعان في حياتنا؟ بص، هو انا برضو مش شايفه ان هو بيبقى استغلال، بس الفكره ايه، ان الموضوع بيبقى عباره عن محبه ما بين الاثنين، ان طبعا لازم ان هم يحاولوا ان هم يبقوا واقفين مع بعض في ظهر بعض. اول ما احس ان انا صاحبتي عايزاني في حاجه لازم اروح لها. ولا انت ايه رايك يا مصطفى؟ لا، الصحاب عندنا حاجه ثانيه، الصحاب حاجه ثانيه. احنا بنختلف، يعني مثلا الصاحب عن اللي هو الراجل بيختلف في الصاحب عن البنت. صاحب الراجل بتلاقيه في كل حاجه، بتلاقيه في ظهرك، صح، بتلاقيه في مشروعك، صح، بتلاقيه في دنيتك، مستقبلك كله بتلاقيه في صاحبك، فعلا بجد بتلاقيه في صاحبك. يعني صح. انا مثلا يعني محتاج مثلا صاحبي، لا، في صحاب كتير وقفوا معايا كتير جدا. طبعا احنا موجودين طبعا في ارياف، وبتطلع للمدن بتلاقي، بس اصحابك اللي تربوا معاك من صغرك طبعاً بيكون طبعاً سندك، صح، سندك طبعاً. ولحد الان انا بفتخر بيهم جدا جدا طبعاً قوي طبعاً. ان هم اصحابي، بيطلعك لقدام، بيخلوك تصبر وتبدأ حياتك من جديد، حتى لو وقعت بيسندوك وتقف، صح، وتنزل بالظبط وتعلى، كده. بيفضلوا معاك على كمان طول. ان الصاحب، يعني حاجه اقول الصاحب بقى اللي هو عشره السنين، وان احنا بقى ايه، ده صاحبي معايا من زمان قوي، من ايام المدرسه. لا والله، انا ممكن اتعرف على حد جديد لو انا لسه ما فيش كده كيمياء ما بيننا، بس من اول يوم يعني بالعكس هنبقى صحاب جدا، وانت حبيبي وصاحبي بقالي زي. لا 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 لا، بتفرق 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 جدا بتفرق جدا بتفرق جدا بالزبط. لما بتيجي تبدا مثلا حاجه في حياتك، يعني مثلا احنا بنخلص المرحله الابتدائيه، نطلع الاعدادي، نطلع الثانوي، تطلع الكليه بتاعتك، لكن بتلاقي الصاحب بتاعك اللي هو مدام معاك في صح حياتك، دي بقى بيفضل بيفضل, صح. بيفضل, أيوة. بيفضل طول حياته معاك، صح، بيساندك في الحلو وفي الوحش، وبالعكس بتلاقيه في الوحش اكتر، أكتر يعني كل مشاكلك صح. تلاقيه سبورت في ظهرك على طول كده، موجود في ظهرك بيساندك. انا حاجه بتكون عظيمه جدا. انت عارف كمان مصطفى، بمناسبه ان احنا بنقول الصاحب اللي فعلا فعلا يا نسمه، ان انت الصاحب مش عمره ما يكون بعشرة السنين او بالمده اللي انت عرفت بيها، هي اهم حاجه المواقف. اللي انت ممكن تعرف على حد النهارده بس تلاقيه احسن من واحد انت كنت عارفه مثلا من 20 سنه. فالمواقف هي دايما اللي بتبين الصاحب الجدع من الصاحب الندل، وهي دايما اللي بتبين برضو ان انت ايه اللي تقدر تعتمد عليه في حياتك. انا ده وقت الزنقه، ده هكلمه، ده هكلمه امتى، ده هكلمه ازاي كده. لا، وعندنا عندنا بقى. عندنا حته بتاعت الصحاب ديت، إيه، الو انت فين؟ انا جاي لك، انا لسه في البيت. ده انا بص انا قدام البيت عندك، يبص قدام البيت ما بلاقيش، يا ابني انت فين؟ انا مش لاقيه.
لا في برضو اللي هما نوعين بقى من الصحاب بقى دول اللي احنا لازم عندنا موجودين منهم كتير ومنهم انا طبعا. هما الصاحب الفرفوش وصاحب الاكيل. دول بقى انا ما بتوصلش بيهم صحابي. اي واحده الاقيها بتعمل ريجيم انا لازم ادخل معاها واكلها اكل كده ابوظه وليمه، لازم اعملها وليمه خليها تبطل الموضوع. الحته ديت بالذات الو يا صاحبي انا عايز انزل الجيم. جيم جيم بقى جيم. بص لا لا بص هنبدا الاسبوع الجاي. طب خلاص هنبدا الاسبوع الجاي. يجي الاسبوع الجاي الو هتنزل الجيم؟ بص خلينا الاسبوع اللي بعده. طب هنعمل ايه امتى امتى؟ طيب امتى؟ لا وكمان اول يوم في الجيم ده بيبقى حكايه اللي هو انا خلاص عملت الرياضه جينا يوم الفري ثاني يوم على طول. لا 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 موضوع الجيم ده انت مثلا خلاص احنا بدانا وهنخش خلاص هنعمل التمرين بتاعنا. مصطفى هنعمل التمرين ايه؟ بص يا معلم احنا هنخش نجرب كل الاجهزه نخش نجربها. صاحب الاكيل ده اللي هو تلاقيه خروجه ها هناكل فين؟ هناكل فين؟ ما احنا اكيد هناكل فين يا جماعه؟ الخروجه عباره عن اكل. دايما اسراء صاحب الاكيل دوت بتلاقيه خروجه معاه يعني متعلقه بالاكل. ايوه يعني احنا او مجرد من قبل ما يقول مثلا ازيك عامل ايه؟ هننزل ناكل ايه؟ ايوه بالظبط. يعني انت طب ماشي طب ناخد نفسنا طب الاول لا انا عايز اكل. ازيك عامل ايه؟ عملت ايه في يومك؟ هناكل ايه بعد كده؟ ايوه احنا هنعمل ايه بقيه اليوم؟ لا هو الاكيل والفرفوش ده بقى اللي هو اصلا الخروجه ما تحلاش غير بيه. طبعا زي انا لا انا برضو انا عايز احكي على حاجه بسيطه جدا يعني يعني بحته الصحاب ديت. يعني مثلا كلنا بنوع في مشاكل. كلنا صح. ما فيش حد ما بيقعش في مشاكل. بتلاقي في صاحب بيقدر العذر بتاعك. اكيد طبعا. يعني مثلا انت بتبقى في مشاكل فمش عارف يعني عنده فرح عنده حاجه وعايز في مناسبه لكن فعلا بيكون في مشكله مقدر. عندك هو بقى ما صح. بيسالكش انت ما جيتش بيتصل بيك انت عملت ايه في مشكلتك حلتها ولا صح. لا بيفضل متابع معاك ولا لا انت بتتصدم معاه في التليفون هو انت ما سالتش مني اللي انا ما جيتلكش مثلا لا. المناسبه ديت لا يا حبيبي انا مطمن عليك. هو ده صح اللي بيقدر هو بيقدر الموقف اللي انت كنت فيه. هو ده بقى. لكن في هتلاقي بقى عكس كده خالص اللي هو انت ازاي انت ما بتهتمش بيا احنا اصحاب انت مش جدع انت مش عارف ايه الاهتمام بالظبط فاهم انت. وفي بقى العكس بقى يعني تلاقي اللي هو الجدع قوي اللي هو لو لقاك داخل في خناقه يعمل لك فيها دور ابراهيم الابيض. بتاعت ابراهيم الابيض. خالد انا عندي مشكله ثواني مسيني عندك ثواني وانا يعرفك يقعد اسبوعين قافل كده. انت عارف يا جماعه بمناسبه برضه الصاحب الفرفوش تحس ان وجوده بغض النظر يعني تحس ان هو وجوده معاكي في حياتنا مهم. يعني مثلا انت ساعات كتيره تيجي يعني تواجه مواقف صعبه وتلاقي تحديات فتحس ان هو مثلا مكالمته بس دي لوحدها فعلا تحس ان انت غير لك المود تماما اللي هو انت تقول له انت غيرت لي المود تماما. طب يلا ننزل يلا نخرج يلا نعمل اي حاجه فعلا. حتى ممكن ما تنزلش تخرج معاه بس مكالمته لوحدها بتفرق معاه. هي اصلا بتطلب كده بعد الساعه 12. ايوه بعد الساعه لا بتفرق. لا عندنا احنا كرجاله بتفرق يعني احنا ما عندناش وقت. لا احنا يعني كرجاله ما عندناش وقت المكالمه اللي احنا كده. لكن عندك البنت يعني اوقات معينه يبقى انتوا في تفاصيل تانية يعني. احنا عندنا احنا مشاكل وضرب وتحت مصطفى تعالى في خناقه. لا احنا بعد الساعه 12 كده مثلا انا واسراء بنتكلم اللي هو اسراء احنا ما تيجي نعمل كده حاجه يلا اسراء احنا اخر طموحاتنا اخر مشاكلنا احنا هنلبس ايه بالظبط هنلبس ايه في الحلقه. لا وفي صاحب اللي هو الصاحب اللي هو الصاحب العلمي يا لا ده انا ما بحبش الناس دي. لا 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 ممتاز جدا. ده اللي بيقول لك ايه بقى مصطفى ده وانت عندك حاجه مثلا بتقدمها في شغلك او في حاجه بيقول لك مصطفى انت في نقطه في الحته دي ادرسها. لا خد كورسات خد اعمل لا بيشجع بتقعد مع نفسك بتقعد مع نفسك انا فعلا ممكن اعمل الكورسات ديت ده هو بيتكلم صح انت خايف عليا صح وتلاقي صاحب تاني عشان يرتبط بيك اكتر يقول لك عايز اعمل معاك مشروع. لا اقول لك انا عايز اعمل معاك مشروع وفي صحاب تاني بيلموا بعض يعملوا فكره والفكره بتكبر صح بسببها ده حب بيننا صح طبعا التعاون اللي بيننا الاخوه الاسره الكبيره انا بشوف ان هي اكبر اسره بعد اسره الاب والام والاخوات والعيله الكبيره الصحاب بتبقى عيله كبيره جدا وليها باع كبير جدا يعني هم بيساندوك في كل حاجه صح بيبقوا زي اسره ثانيه ليك اصلا ان هم بيشجعوك وكده بس نسمه بيقول لك ان في ناس كتيره
في ناس كتير قوي بتقول ان الـ 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 الشغل لما بيخش بين الصحاب بيبوظ العلاقه. بص هي فعلا بيبوظ العلاقه اللي هو ايه، انا دلوقتي انا بشتغل طول الوقت وانا صاحبتي ما مش عارفه اشوفها، مش عارفه اكلمها، انت اتغيرتي من ناحيتي، انت علشان الشغل بقى واخدك مني. لا خالص والله انا بحب ان انا في حته برضه بن خالد بيقول عليها ان حته الشغل اللي بتبوظ اللي هي ممكن تبوظ العلاقه، ان هي ممكن تكون فاكراني ان انا اتكبرت عليها. هقول لك حاجه حكايه اللي انت تشتغل مع صاحبك دي مهم جدا، انت تقدر تعمل معاه تعمل مشروع، تعمل معاه مشروع او تعمل معاه فكره انت عايزها، بس الفكره لا انت اخترت صح. صح، وانت لو عملت مشكله او عمل معاك مشكله في قلب الشغل بتاعك او المشروع بتاعك انت ما اخترتش صح. ايوه لو خد لو كنت انت من البدايه اخترت صاحبك ده صح ما كنتش هتلاقي المشكله دي تحل. هو هيقدر ان صاحبك ان صاحبك فعلا هو راس مالك في كل حاجه. ايوه كل حاجه هو راس مالك. في عندنا بقى الصحاب يا جماعه الاوفر الاوفر دول ده عارف اللي هو قاعدين التعليقات بس ايوه انتقادات للصبح يا معلم. الاوفر اللي هو اي حاجه اي كلمه ايوه اوفر في حياته، هو اوفر مع نفسه، عنده صراع كده بينه وبين لا انت لا تلاقي لما تيجي تقدم حاجه لما تيجي تقدم حاجه او فكره لا وحشه لا ايوه مش عاجباني مش ده حاجه اسمعها مني اسمعها مني. يعني مثلا بقول لي خالد من شويه خالد اشرب شاي لا اشرب ينسون خالد انا عايز اشرب ينسون انا عايز اشرب ينسون بقى انا كده صاحب جدع انا كده صاحب جدع ايوه خايف عليك ايوه بنصحك لا هو فعلا الصحاب الاوفر بيبقوا اوفر حتى في مشاعرهم معاك، يعني اللي هو انت ما اهتمتش بيا يعني بصي يا جماعه ده يا اهتم بيكي خالص او دي بتكون عند البنات اكتر يعني عند البنات شويه واحده. احنا كده هنبتدي نتطرق لحاجه ثانيه في البنات خلينا كده هندخل في موضوع الرجاله والستات انا بحذرك. لا لا هو فعلا الصحاب مهمين جدا في حياتنا واحنا عارفين ده، فانواعهم كتير، بنقدر ان احنا نحكم مين الصاحب فعلا الجدع اللي احنا نكمل معاه والصاحب اللي احنا خلاص يعني عمل معانا موقف مش حلو. في واحد في الصحاب الغدارين يا جماعه احنا وكده مش عارفين كتير جدا مفيش غدارين. حاجه اسمها صاحب غدار لا في لا في في مفيش حاجه صح في دي كده لا 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 تلاقي فجاه اختيارك انت اختيارك للصاحب هو ما بيعرفش بقى لا لا لا, لا اختيارك الاول لصاحبك. احنا كلنا بنصاحب، انت عندك صاحب شغل وعندك صاحب للبيت وعندك صاحب عندك اصحاب كتير بس انت بتختار مين اللي يسندني، بتختار مين اللي يقدر يقف في ظهري، مين اللي اقدر اقول له سري. صح بس يا مصطفى احيانا انا اسف على قطع كلامك بس احيانا انت المواقف هي اللي بتغير بالزبط. يعني على سبيل المثال مثلا انا المقوله دايما اللي بتقول ان هو ان انت لو اخترت صاحبك يخش معاك في شغل لا مش صاحبك على عيبه هي الفكره كلها انت المواقف نفسها بتغير يعني انا ممكن اكون حاسس ان انا مختار حد صح بس في نفس الوقت يلاقي موقف حصل اجي موقف يبقى يبين لي ان انا لا ده سوء اختيار مني انا في كمان الصحاب المواقف المواقف هي الاختيار الحقودين عايش حكوتي كده حكوتي كده اه هو لا قاعد لا وحش لا وحش يا سلطان لا اللي هو بص يعني لبطك من كل حاجه ويجي يقول لك انت شكلك وحش على فكره ايه القرف اللي انت لابسه ده لا لا انا مش هدخل المكان ده علشان انا فعلا لا لا المكان دوت بلاش ما بيحبلكش ما بيحبلكش في صاحب في صاحب اللي هو بيجي يقول لك ايه مثلا مصطفى انا هنزل عايز اشتري هدوم ممكن تيجي معايا مصطفى احنا بنحب الكلمه دي لا لا مصطفى انا عندي 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 موضوع في الحته الفلانيه ممكن تيجي معايا مش شخصي مثلا يعني الوضع الصحاب كلهم انا وفي صحاب مع بعض في العلاقات طب هل انا مثلا عشان انا صاحبك هساعدك لو النطاق اللي انت هتساعده فيه في النطاق الصحيح يعني مش هتجيب مثلا واسطه ولا الكلام الحاجات ديت لا تمشي معاه في الصحيح في ناس بتزعل صح وفي ناس بتقدر التقدير ده بقى هو ده الصاحب بقى صح 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 هو يمكن التقدير بين الصحاب بيفرق يعني بيخليك بيقوي العلاقه بينكم يعني انت مثلا او انت يا اسراء مثلا انت لو لقيتي صاحبه ليكي بتقدرك في كل حاجه حتى في المواقف الصعبه يعني زي ما كنا بنتكلم من شويه ان انت ممكن تبقي متضايقه زعلانه فما ردتيش عليها في التليفون هي بتقدر بالظبط فتيجي تقول لي خلاص انا هكلمها بعد بينها وبين نفسها بتقدر بالظبط يعني في فعلا اللي هو يعني انا مثلا تعرضت اكيد طبعا لمواقف كتير كانت صعبه جدا في حياتي ف
لقيت فعلا الناس اللي هي اهتمت بيا في الوقت ده، وفي الناس اللي هي اصلا ما اهتمتش، اللي هو عادي. وفي ناس بتيجي يعني اصلا في الوقت المناسب، اللي هو انت كنت فين من زمان بالزبط. انا كنت عايز اللي هو احنا بقى احنا بنحب بعض. لا في صحاب، لا في صحاب بتقابلهم في حياتك بعد السن، بعد ما تكبر مثلا او دخلت شغل. بس دول كنز. ايوه طبعا دول كنز طبعا. يعني مثلا انا قابلت ناس في حياتي، لا تقريبا انا قلت انا كتبت وصيه كده ان الناس ديت انا لو مت يا فلان يا اخويا كذا يا اخويا كذا، خلي ده صاحبك بعد ما انا اموت، خلي ده صاحبك، لان ده استفدت منه حاجات كتير. في صاحب يا خالد اللي هو ايه، بيتنازل عن حاجات كتير عشان خاطر ان هو يسعدك. صح صح صح، عشان خاطر ان هو يطلعك لقدام. طيب احنا بس هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني، استنونا وما تروحوش اي حته. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه طبعا مكملين كلامنا عن الصحاب، وهنتكلم عن تأثير الكورونا في علاقتنا بصحابنا والناس اللي خلعت من حياتنا. بصي بقى، هي فعلا الموضوع ده اثر في حياتنا كتير جدا، ان احنا متاكدين ان احنا مش هنطلع بالصحاب اللي كنا فيهم قبل الكورونا. احنا كده كام واحد كده هم الصحاب الجدع اللي احنا اتكلمنا عليهم، ان هم اللي فضلوا معانا، هم اللي هم ايه، انت بظهري في ازمه او مش في ازمه. وفي ناس بقى اللي لما صدقت ان الكورونا جت علشان يهربوا مننا، ده كان ساعه. ايوه منطقك ده كان بنكد علينا. لما صدقت ان خلاص بقى في ازمه حصلت، لا انا راح اشوف حياتي. وتخيل بقى ان بعد الكورونا كمان يبتدي بقى ايه، واحده واحده كده يجي لك ازاي عامل ايه. ما انا كنت قاعد بقى لي شهرين في البيت مش شايف حاجه. لا احنا عندنا ايه بقى، لم هدومه حط البوق اكتر واحد كنت انت كنت مضايقني. لا بس هتلاقي برضو في صحاب اللي هم مش مرئيين، يعني هم مش موجودين عندنا في حياتنا، مش موجودين دلوقتي، بس هم مثلا اللي مسافر اللي غصب عنه اتحبس في بلد بره، بس برضو معاك هتلاقيه برضو موجود معاك، اللي هو انت فين، بيتصل بيك يسال عليك كل فتره، طب انت كويس، طب خلي بالك من نفسك كده. ففي فعلا صحاب اللي بيهتموا فعلا ببعض جدا حتى لو هم في ما بينهم. انا عندي صحاب كتير جدا موجودين بره كيمز. انت عارف كمان يا مصطفى، يمكن احنا فتره الكورونا دي كنا احنا معتقدين ان ده وباء وان ده حاجه وحشه، بس سبحان الله يعني ربنا برضو ليه حكمه في كده. يعني انت في ناس كتير قوي بانت في فتره الكورونا دي. بانت في فترة الكورونا ان قد ايه الناس دي ممكن تفضل معاك. اكيد طبعا طبعا هنختم للاسف دلوقتي. لكن خليك مع اصحابك، خلي عيلتك. ايوه الصحاب موجودة في اي ازمة، في الحلوة او مستقبلك جدا. خليك معاهم، امسك كلنا ايد واحدة يا جماعة، حبوا بعض. او فعلا خليك في ايدك. ايوه فعلا للاسف فقرتنا الحلوة دي خلصت. كلامنا عن الصحاب طبعا ما بيخلص. الصحاب يلا جدعان يلا. للاسف فقرتنا خلصت طبعا. احنا عارفين حاجة واحدة، احنا كلنا متفقين عليها، ان هي الصحاب كنوز يا جماعه، هم اسرتنا الثانيه اللي لازم نحافظ عليها. طبعا كنز. للاسف الفقره خلصت، استناكم في حلقه ان شاء الله جايه جديده من برنامجكم شباب. انتظرونا ان شاء الله. انتظرونا ان شاء الله. وتصبح على خير بقى. الصحاب يلا.